تضخم أدوار المرتزقة في ليبيا وأعداد المسلحين الكبيرة في طرابلس تسلط الضوء على التجاوزات التركية المستمرة. موقع نورديك مونيتور يكشف أن الأمم المتحدة طلبت من السلطات التركية توضيحات بشأن دور أنقرة وشركة سادات العسكرية في تجنيد ونشر المسلحين السوريين في ليبيا. فهل تؤثر ضغوط الأمم المتحدة في مساعي وقف التجاوزات التركية؟ ولماذا تتأخر الإدانات المباشرة؟ من بون ضيفنا الليلة مدير المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات الأستاذ جاسم محمد. سيد جاسم، أهلا بك معنا في غرفة الأخبار. يعني بعد كشف العديد من التقارير الدولية إرسال تركيا لأعداد هائلة من المرتزقة إلى الداخل الليبي، الأمم المتحدة الآن تطلب من تركيا توضيحات بشأن شركة سادات، دور هذه الشركة، علاقتها أيضا بتركيا وبالجماعات في الداخل الليبي، وبمسألة تجنيد ونشر المسلحين السوريين في ليبيا. ما فائدة هذا الطلب في ظل استمرار تدفق المرتزقة؟ فائدة هذا الطلب أنه هنالك متابعة من الأمم المتحدة وربما من لجنة مكافحة الإرهاب يعني في توجيه هذه الأسئلة، وهي إشارة أو بشكل غير مباشر هي يعني مؤشر ضد تركيا. يذكر بأن الأمم المتحدة في تقديم هذه الاستفسارات هي تعتمد على قرارها 2178، هذا القرار الصادر من الأمم المتحدة يقول بأنه لا يجوز نقل المقاتلين، وكذلك يجب أن تكون هنالك أيضا التزام من قبل جميع الدول في قرارات الأمم المتحدة الخاصة في نقل المقاتلين وكذلك ما يتعلق في تمويل الإرهاب. فإذا أجدها أنه هي إشارة مباشرة إلى لكن باعتقادكم أستاذ جاسم، ألم تأتي هذه الإدانات أو هذه الإشارة متأخرة؟ يعني حتى الساعة هناك إجماع على أنه المجتمع الدولي لم يتحرك بعد لوقف تدفق المرتزقة إلى ليبيا. نعم، أتفق مع حضرتك أنه كان يفترض يعني منذ يعني قيام تركيا بدعم الجماعات المتطرفة في سوريا وكذلك في نهاية عام 2019 عندما بدأت الشركات التركية وشركة سادات وغيرها من الشركات وتورط الحكومة التركية والاستخبارات التركية في نقل المقاتلين يعني السوريين ومن غير السوريين وكذلك المرتزقة، هذه جميعها هي انتهاكات إلى القانون الدولي وتعتبر انتهاكات إلى قرارات مجلس الأمن الخاصة في مكافحة الإرهاب، والتي تنص على عدم السماح بدول أو شخصيات أو أطراف بتسهيل مهمة تنقل حركة المقاتلين أو الجماعات المتطرفة وكذلك الأموال. فإذا في ضوء هذا القرار وهناك قرارات أخرى أيضا تنص بأنه يجب أن تخضع هذه الدول إلى المساءلة، لكن مثل ما ذكرت حضرتك أنه هذه المساءلة أو هذه تقديم هذه الأسئلة جاءت متأخرة في ضوء الانتقادات وكذلك في ضوء كشف الكثير الآن لم يعد سرا بأن أردوغان يقوم بنقل المقاتلين الأجانب بشكل علني. صحيح. وهذا يعتبر أيضا انتهاك، وليس فقط ذلك أستاذ جاسم، يعني اليوم نتساءل إن كان من يتحدى المجتمع الدولي ولا يستجيب إلى دعواته، إن كان فيما يخص الداخل الليبي أو ما يجري في شرقي المتوسط، هل متوقع الآن أن يستجيب لهذه الدعوات؟ هل متوقع أن يقدم تقارير أو معلومات صريحة وواضحة عن هذه الشركات، كيف تعمل، كيف تجند وكيف ترسل المرتزقة إلى ليبيا؟ لو تحدثنا عن حكومة أردوغان بدون شك هي لا تلتزم إلى قرارات مجلس الأمن، وهي لا تستمع أيضا إلى الانتقادات التي توجه لها من قبل الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي وربما حتى من أطراف دولية. أجد أنه هنالك استراتيجية يعتمدها أردوغان في تنفيذ سياسات توسعية، فأجد أنه هو سوف لا يستمع إلى قرارات مجلس الأمن أو إلى أي أسئلة ربما تقدم إلى
يعني أردوغان، وأجد أنه أردوغان ربما يتبع سياسة فرض الواقع في ليبيا وكذلك في سوريا وفي مناطق أخرى، وهذا يعني أنه منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الآلية وفاعلية تنفيذ القرارات هي أصبحت معروفة أنه هنالك ضعف في هذه الآلية، وربما هذا يعود إلى أسباب إدارية وأسباب مالية وعدم قدرة الأجهزة التنفيذية إلى الأمم المتحدة في متابعة هذه. هنالك قوائم من الإرهاب لم يتم تفعيلها ولم يتم أيضا مساءلة الدول والأطراف المتورطة في الإرهاب. نطلب منك أستاذ جاسم التفضل بالبقاء معنا. هذه لمحة الآن على شركة سادات الأمنية ذراع أردوغان العسكرية، أسسها ضباط أتراك عام 2012، يرأسها مستشار الرئيس أردوغان العسكري عدنان تانري فيردي، وتعمل تحت إشراف جهاز المخابرات التركي. تجلب شركة سادات الأمنية المرتزقة إلى ليبيا وتدربهم، وتتوسط أيضا في صفقات السلاح بين تركيا وبين الميليشيات. هذه بعض المعلومات المتعلقة بشركة سادات الأمنية التي تعمل كما أشرنا منذ العام 2012. أستاذ جاسم، الشركة تؤمن المرتزقة، تجندهم، ترسلهم إلى ليبيا، وعلى ما يبدو من يدير هذه الشركة هو المستشار العسكري للرئيس التركي. نسأل، من يؤمن التغطية لهذه الشركة؟ وإلى أي مدى الاتفاق أردوغان السراج علاقة بذلك؟ ما يتعلق في تأمين الغطاء إلى الإداري أو بالمزدوجين الشرعي إلى هذه الشركة هي مرتبطة في مكتب أردوغان وتدار من قبل أجهزة الاستخبارات الأمنية التركية. ونلاحظ أنه الجنرال عدنان هو جنرال متقاعد، عمل في القوات الخاصة وعمل أيضا في القوات الخاصة في قبرص الجانب التركي. فإذا موضوع يعني الغطاء بين المزدوجين الشرعي هو من قبل تركيا، وهنالك أيضا في مدن ليبيا خاصة في مطار معتيقة على سبيل المثال، هنالك مكاتب أيضا تم توزيعها من قبل الحكومة، حكومة السراج بالاتفاق مع الحكومة الليبية بأن يتم توزيع المرتزقة والمقاتلين الأجانب وفق تقارير بأن هنالك 3 مكاتب أو 3 محاور تقريبا في ليبيا يتم توزيع المقاتلين الأجانب، وهنالك اتفاق ما بين السراج وكذلك الشركة سادات بأنها هي من تدير الرواتب أو المستحقات المالية إلى هذه الجماعات من داخل ليبيا. أما موضوع نقلهم جوا فهناك خطوط جوية ربما تكون يعني غير متأكد من الاسم، لكن اير افريكا اير يعني هي كانت ربما واحدة من الخطوط. هذه الحقائق أستاذ جاسم تشير بشكل طبيعي إلى تغلغل هؤلاء بشكل كبير في الداخل الليبي، هل باستطاعة الجانب الأممي التدخل بعد هذا التغلغل؟ وباختصار لو سمحت. الوضع في ليبيا هو معقد جدا، واجد انه الاتحاد الاوروبي له تجربه بعدم استطاعه فرض امر الواقع في ليبيا، وكذلك اجد من الصعوبه على الامم المتحده ان تجد حلا سياسيا او تجد لها دورا في الازمه الليبيه، الامر معقد جدا. شكرا جزيلا لمداخلة مدير المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات الأستاذ جاسم محمد معنا من بون ليلى.